كنت عملت الباسكت ده قبل كده قلت احوله لصبارة، عملت داير مايدورو وكروشيه بني، خيط البني. هنا عملت الغرزة الأساسية بتاعت الصبارة، لما باجي أقفل بقى بشيل الغرز على إبرة كنفة صغيرة، بشد الخيط وخياط الجوانب. عملت 3 وحدات. هنا عملت فوم وحشيته، دي هي الطويلة اللي في النص. عملت دايرة كروشيه وخيطتها، خيطت بقى دول في السبت. العينين عملتهم بالزراير.